Çok iyi. Gitti lan bu iyi. Rahman. Tamam Rahman. Rahman. Ya sıvata aletik. Beleş bir mahla. La mahla Rahman. قال هذا ايش بعدين ممنوع تقول سعر الكره الحديدي ايش ذا الصوت سيمون دعبله ايش سي اكبر 5 كيلو ولعد بلا من الطلاق يا ايوه بس بس حبه حل طلع من نفسي بالنقطه النص ثانيه ايه تطلع ترد ترجع تقطع ايه تقطع تشوف انت تفوت من الطلاقين ايه حصرنا بيه افتح علينا بكسير غادي بس انت منين زتيتها من جوا منين من جوا من جوا ني علمني البطلاقية ركاب ركاب من القرى وين انا جبت معي شاحن اقصد اذا قلنا نقاص على السرير شاحن الايفون مرصت صوت 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 لا لا اثنان شغال لا صوت 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 بس يا حيوان موجودين القاضي محمد اطلع فوق لا اطلع فوق ما سالت صدى بيها تعال اسمع عند البناء الابيض هذاك اي هو شوف جعفر 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 خلي جعفر نمسك وين عيسى بعد ما تقاضي؟ ايه هسه الزوم طلع كملت 3 سنين